إن شاء الله في السيشن ديت هنتكلم على الـ Earth Fault Detection Unit والأنواع المختلفة للـ Earth Fault اللي هي زي الـ Plain Earth Fault أو Unrestricted Earth Fault اللي هو الـ ANSI number بتاعه 5051N أو 5051G، وده هنشوف إمتى بنقول N وإمتى بنقول G إن شاء الله هنتكلم عليها. Basically الـ Earth Fault هو يعتبر Overcurrent، يعني بيحس بزيادة في التيار، بس الفرق بينه وبين الايرث فولت ريلي والاوفر كارنت ريلي ان الايرث فولت بيبقى السيتنج بتاعته بيبقى اقل شوية من السيتنج بتاع البيك اب بتاع الاوفر كارنت، وطبعا التايم بيبقى على حسب الكوردينيشن كاسكيدنج. النوع التاني اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في السيشن ديت اللي هو اسمه ريستريكتد ايرث فولت REF، وده في منه نوعين، في منه لو امبيدنس لو ما كانش هيحصل ساتوريشن للسي تي مفيش امكانيه، لو في امكانيه ان يحصل ساتوريشن للسي تي بنستخدم كونفيجريشن مختلف اسمه هاي امبيدنس ريستريكتد ايرث فولت. الانسي نمبر بتاع الار اي اف هو 64، وفي بعض الاوقات بنقول عليه 87G، والجي نقصد بيها هنا جراوند، يعني هو ديفرنشال، لان الديفرنشال انسي نمبر ديفرنشال بروتكشن هو 87، فبنيجي نحط معاه جي لان هو بيشوف ديفرنس ما بين الفيز كارنت والجراوند كارنت، وبناء عليه بيبدا يشوف هيشتغل او مش هيشتغل. النوع الثالث من الايرث فولت اللي احنا بنسميه دايركشن ايرث فولت اللي هو الانسي نمبر بتاعه 67N، وزي ما اتفقنا الدايركشنال ايرث فولت دايركشن اوفر كارنت هنقولهم في سيشن منفصل. الطرق توصيل الديتكشن بتاعت الايرث فولت هم ثلاث طرق معروفين باستخدام ريليز. اول طريقه ان بستخدم حاجه اسمها الكتريكال سميشن او ريزيدوال كونكشن بالنسبه للسي تيز، يعني بوصل السي تيز بالشكل اللي انا حاطه ده، يعني عندي لو عندي ستار كونكشن ونوتيوتر الله رايحه للايرس، فبحط السي تي على الفيزا دي سي تي على الفيزا دي سي تي على الفيزا دي كلهم نفس الريشيو نفس الاكيوريسي كلاس، وبناء عليها مجموع التيارات بتاع الثلاث فازات بيروح للريلي اللي هو الايرس فولت ريلي. الايرس فولت ريلي هنا الجدير بالذكر ان احنا بنقول عليه ان ده 50، خلينا اشغل الكتاب، بنقول عليه 50، يبقى الانسي نمبر بالنسبه للكونفيجريشن ده هو 50 51 ان، يعني هنا بنستخدم ان ما بنستخدمش جي. ليه؟ لان احنا واخدين النيوترال معنا. طب افرض كان عندي فيه نيوترال موجود، لو في نيوترال موجود هنا يبقى لازم احط عليه سي تي واوصل السي تي معايا. طب ما فيش نيوترال موجود، نيوترال واير يعني بتكلم عن في نيوترال واير، يبقى مش هحط سي تي لان ما فيش اصلا نيوترال واير. يبقى انا ممكن لو انا 3 واير سيستم بستخدم 3 سي تيز، لو بستخدم لو هم 4 واير سيستم انا بستخدم 4 سي تيز. السي تي بتاع نيوترال ده مهم جدا عشان بيخلي السي تي يفرق ما بين الانبالانس كونديشن والايرث فولت كونديشن. يبقى اول كونفيجريشن عندي اللي هو بنسميه ريزيدوال كونكشن للسي تيز، وده بيعمل الكتريكال سميشن للتيارات اللي في السكندري بتاع السي تيز، وبناء عليها بيودي التيار اللي هو زيرو سيكونس كارنت، لان مجموع التيارات الاي اي زائد الاي بي زائد اي سي زي ما انتم عارفين بالسيمتريكال كومبوننت هو بيساوي نيوترال كارنت او بيساوي 3 من الزيرو سيكونس كارنت، يعني هو زيرو سيكونس كارنت في طبيعته يعني. الطريقة التانية من التوصيل ان انا بحط سي تي على الراجع ما بين الارث والنيوترال، وده سي تي واحد بحط عليه الارث فولت. الكونفيجريشن في الحلقة دي بقى بنسميه بقى الكونفيجريشن ده بالنسبة للده بنقول عليه ده 50 51 جي، يعني هنا حطينا جي يعني في جراوند. برضو الفكرة كلها لو حصل ان عندي في ارث فولت على فيزا، لو حصل ارث فولت على فيزا دي الطيار هيروح على الارض ويرجع يسيركوليت تاني ككلوز لوب كده، فمعناها ان التيار هيجي يمشي هنا في السي تي فهي انرجايز الايرث فولت ريلي ده على حسب السيتنج، وهيبدا يبعت سيجنال ويترب الايه ويترب السيركت بريكر اللي موجود. يبقى دي تاني كونفيجريشن عندي اللي هو باستخدام ايرث فولت ريلي متوصل على سي تي ما بين النيوترال والايرث، والانسي نمبر هنا اللي هو 5051G. هو ده نفسه بالظبط، ان هو بحط نيوترال سي تي وبوصل عليه هنا، حتى عشان حتى اللي حاطه هنا على 51G معناها ان ده اسمه جي، فده بيبدا ياخد التيار اللي هيمشي اللي هو راجع. ما ده 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 المصياده بقى، ده المفروض المسار بتاع التيار الراجع. الجدير بالذكر بقى في الموضوع ده ان السيتنج بتاع البيك اب بالنسبه للنوع ده من الكونفيجريشن
بيبقى من 5 إلى 10% من قيمة الايرثفول كارنت اللي ماشي، أو 20% من اللود كارنت، أيهما بيبقى أقل. يبقى الكريتيريا إن أنا بحدد البيك أب بتاع الايرث فول ده للكونفيجريشن ده من 5 إلى 10% من قيمة الايرث فول كارنت، أو من 10 إلى 20% من قيمة الفول لود كارنت، أيهما أقل، هو ده هيحدد لي البيك أب بالنسبة للكونفيجريشن ده. طب بالنسبة للكونفيجريشن ده بنظبطه ازاي؟ لان ده طبعا ممكن يكون فيه نسبة ايرور عالية شوية، فده بنظبطه من 10 إلى 20%، انا مش سنسيتيف زي التاني يعتبر سنسيتيف شوية. بيبقى البيك اب من 10 إلى 20%، نوصل 20% بنعليه شوية عشان لو خطر فيه انرش كارنت او ستارتنج الموتور او حاجة ما يخلوش يعمل فولس تريبنج. فالسيتنج هنا بتبقى في الغالب السيتنج بنظبطها من 10 إلى 20% من الاي ايرث فولت، او يبقى دي الكريتيريا الاولانيه، او انه بناخده 20% من قيمه الفول لود كارنت بتاع الايكويبمنت اللي عندي، ايهما اقل المينيمم، هيبقى ده هو الكريتيريا بالنسبه لي. لما اجي لديت هيبقى بالنسبه لي باخد السيتنج من 5 إلى 10% يعني مور اكوريت من قيمه الاي ايرث فولت الموجود عندي، وخاصه لما يكون عندي فيه هنا ايه ريزيستنس ايرثنج او حاجه. وبعدين باخد التاني تقريبا من 10 إلى 20% من الفول لود كارنت، ايهما اقل هو ده بالنسبه لي اللي هيمثل الاي بيك اب بالنسبه لي الايرث فولت. يبقى ده التاني كونفيجريشن عندي اللي هو من خلال سي تي موجود على بتوين النيوترال والايرث. الكونفيجريشن الثالث واللي هو بقى اللي هو موست ريكومندد يعني، ان احنا بنستخدم حاجه اسمها كور بالانس كارنت ترانسفورمر، اللي هو زي ده بيقولوا عليه ترويد او بيقولوا عليه زيرو سيكونس كارنت ترانسفورمر. يبقى يا اما نقول عليه كور بالانس كارنت ترانسفورمر بنسميه سي بي سي تي كور بالانس كارنت ترانسفورمر، او بنقول عليه زيرو سيكونس كارنت ترانسفورمر او زيرو كارنت ترانسفورمر، هو كله نفس المعنى. الفكره الاساسيه ان هنا بيعمل الفرق الجوهري ما بين الطريقه الاولانيه والطريقه دي، ان هو بيعمل ماجنتيكالي سمشن، يعني بيجمع نتيجه مرور التيارات فيض للفيزا A وفيض للفيزا B التيارات اللي فيها، وبياخد الفيض بتاع الحاجات ديت، وبناء عليه بيجيب السام بتاع الفلوكس اللي هو هيمشي في الترويد ده ويشوف ان هو انرجايز. الطريقه دي برضو الطريقه دي بنقول عليها ان دي 50 51 G، يعني سنسيتيف. الطريقه دي تعتبر سنسيتيف زيها زي الطريقه اللي قبليها مباشره، ان بقدر اظبط الزبطه بتاعته 5 إلى يعني بنقدر نظبط البيك اب بتاعه 5 إلى 10% من قيمه الاي ايرث فولت او اي جراوند فولت، والتيار بتاعي اللي هو من 10 إلى 20% من قيمه الفول لود كارنت، ايهما اقل هو ده بالنسبه لي اللي هيحدد. يبقى المينيمم بالنسبه لدي زيها زي الطريقه اللي قبلها بالظبط. يبقى دلوقتي احنا عندنا 3 طرق، يا اما ريزيدوال كونكشن وده بنقول عليها الكتريكال سميشن، او باستخدام سي تي ما بين الايرث والنيوترال في الراجع، او باستخدام اللي هو الكور بالانس كارنت ترانسفورمر اللي احنا بنقول عليها ماجنتيكالي سميشن. المفروض الكابل هو جاي بيبقى داخل على الترمينيشن بتاعه في الكيبل بلاند في اللوحه، فالارمر بيبقى موجود جوه وبيبقى فيه جوه ستريس كون. الارمر ده بيبقى ايرث واير، فعشان احل مشكله ان الايرث واير داخل السلكه، لان انا لو ما حلتش مشكله الايرث واير داخل السلكه هيكون في ايرث واير والتيار رايح بيرجع تاني، فمش هيحس مش هيعمل اوبريشن. يعني لو انا مشيت بالشكل ده هنا كده وسبت الايرث واير جوه مش هيعمل اوبريشن، فحتى لو في ايرث فولت فعلي. فباجي اعمل ايه احل المشكله دي ازاي؟ فباخد الارمور واجي داخل بايرث واير جوه الترويد تاني وارجع اروح اوديه على الايرث. في الحاله دي لما بيحصل ايرث فولت بيروح ويرجع فبيعمل الفا بيشتغل بطريقه مظبوطه. يبقى من نيجي هنا بقى في حاله لما بحط كور بالانس كان ترانسفورمر في الترمينيشن بتاع الكيبل لازم اخد دي. ودي عمليا بتبقى عامله ازاي؟ ان انا بخش اهوت بالكابل وعامل له ترمينيشن على اللوحه بتاعتي، وجوه هنا بيكون في ارمور وفي ستريس كون عشان احل مشكله ان التيار اللي رايح واللي راجع ما يلاشوش بعض، واحل مشكله دي. فباجي واخد هنا، لما نبص هنا هتكون ده واخد دلوقتي سلك اهو هي ارضي وراح موديها على الايرث تاني، راح عمل لها جراوند كونكشن. فالطريقه دي مهمه جدا عشان تحل مشكله ان الارمور موجود جوه الكابل،
وبالتالي تخلي السي تي يشتغل مظبوط في حاله انه عندي في ايرث فولت، يشتغل كانه شغل بروبر اوبريشن يعني. طرق توصيل برضو الايرث فولت يا اما الطريقه القديمه دي اولد، الطريقه دي اولد زيها زي نفس فكره النفسز اوفر كارنت، ان هم تو اوفر كارنت مع ايرث فولت. فلما نبص هنا هنلاقي في هنا ايرث فولت اهو متوصل بين الثلاث فازات مع بعض، بياخد السمشن بتاع التيارات ويخش على الايرث فولت ومدي ايرث للريتيرن. هنا الطريقه ديت اللي هو كومبايند بقى، ان في عندي ايرث فولت مع اوفر كارنت ريلي 3 فيز اوفر كارنت ريلي، ادي فيزا رقم 1 فيزا رقم 2 فيزا رقم 3 وبعدين في عندي الايرث فولت. يبقى ده بالنسبه لي اللي هو الايرث فولت، وده بالنسبه لي اللي هو 2 اوفر كارنت. يبقى ده اوفر كارنت 1 اوفر كارنت 2 والثالث وفرناه عشان خاطر السبيس، وده بالنسبه لي ايرث فولت. يبقى دي طرق الكونكشن، اما بستخدم 2 فيز اوفر كارنت مع ايرث فولت وده اولد كونفيجريشن، او بستخدم الكونفيجريشن الحديث ده اللي هو ريسنتلي يوزد، ان حتى بتلاقي الاوفر كارنت والايرث فولت كومبايند في نفس الريلي. يبقى الطرق الثلاثه ثاني هم مجتمعين، يا اما بستخدم سي تي ما بين الايرث والنيوترال وده بيقيس برضو الزيرو سيكونس كارنت، يعني ده الايرث فولت ريلي، يبقى دي الطريقه رقم واحد. او بستخدم ريزيدوال كونكشن بالسي تيز، لو كان عندي نيوترال في واير لازم احط سي تي رابع، يبقى دي الطريقه رقم اثنين. او بستخدم اللي هو الزيرو سيكونس كارنت ترانسفورمر او السمشن. يبقى دول الثري ميثودز اللي انت بتقدر بيهم تقدر تعمل ديتكشن للايرث فولت. هنراجع تاني ونقول ان ديت الانسي نمبر بتاعها بتاخد جي، يعني 51 جي او 50 51 جي. هنا بتاخد ان لان ديت فيها نيوترال سميشن الكتريكال سميشن في النوع 50 51 ان. الكونفيجريشن ده مور اور ليس البرفورمانس بتاعه من زي الكونفيجريشن دول، ودول بنقول عليهم ان هم سينسيتيف ايرث فولت، يعني بقدر استخدمهم كسينسيتيف ايرث فولت. بالعموم بالنسبه للهاي فولتج فيدرز ممكن استخدم دي مع دي، وده هو الهايلي ريكومندد، وده بيبقى المين وده بيبقى ستاند باي ايرث فولت، بنقول عليه اس بي اي اف، يعني دي بيبقى عليها في الحاله ديت بنقول عليها اس ستاند باي ايرث فولت. ودي في الـ في الـ في الـ في الحاله دي كمان الكونفيجريشن اللي هنا ده، الكونفيجريشن اللي هنا ده بنقول عليه سينسيتيف ايرث فولت، يعني اقدر احدد بيه احقق بيه سينسيتيفيتي للايرث فولت بروتكشن. برضو مهم جدا لان فيها لغط دي، ان لما بستخدم السي تي اللي هو الفلكس سي تي او اللي بيعمل فلكس سميشن ماجنتيك سميشن بيدي هاير سينسيتيفيتي احسن من المجموع سي تيز كالكتريكال سميشن. في الريزيدوال كونكشن سي تيز ده بيبقى ما بخاصه لما ريشوز تكون منخفضه ممكن يوصل لانه يعمل عمليه ساتوريشن، فبيبدا يعمل لي مشكله من ناحيه الفول ستريبنج بتاع الايرث فولت. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا ان في ثلاث ميثود رئيسيين بالنسبه للايرث فولت. النوع الثاني من الايرث فولت اللي هو اسمه ريستريكتد ايرث فولت. كلمه ريستريكتد معناها ان هو مقيد بزون معين، هو ايرث فولت بروتكشن بس هو ريستريكتد وليميتد بزون معين. بره الزون دي هو ملوش خصيه بالاوبريشن، والمفترض ان النوع ده من الايرث فولت بيشتغل يعني بدون تايم ديلي، يعني نو تايم ديلي، او التايم ديلي اللي احنا نقصده هنا اللي هو 30 ملي ثانيه. يبقى النوع ده من الريلي ملوش تايم ديلي، بيبقى ريستريكتد يعني مقيد بزون معينه واللي هي الزون اللي جوه السي تيز في الستار زي ما هنشوف دلوقتي. يعني هو مين اللي بيبقى على الستار بتاع الجنريتور او الستار بتاع الترانسفورم. الكونفيجريشن بتاعه اللي هنا ده يعني ده ريستريكتد ايرث فولت. لو احنا بصينا لده هنلاقيه ده كانه ايرث فولت، لو بصينا ده كانه ايرث فولت. لما يوصلهم دلوقتي ديفرنس كونكشن بهذا الشكل بنقول عليه ان هو ريستريكتد ايرث فولت. هو خد دلوقتي 3 سي تيز، او لو في نيوترال هنا كمان هاخد هيبقى 4 سي تيز مع سي تي اسمه نيوترال سي تي، يبقى ده هنقول عليه فيس سي تي وده هنقول عليه اير سي تي او نيوترال سي تي. النيوترال بقى متقرضه سوليدلي او متقرضه من خلال ريزيستنس او ريكتنس مش هيدي المشكله دلوقتي بالنسبه لي. المفروض السي تي ده بيبقى كونفايند بالاوبريشن بتاعه ريستريكتد بالزون اللي داخل السي تيز دي. طب بره السي تي المفروض ما بيشتغلش، ليه ما بيشتغلش؟ لان انا لو قلت ان في حصل ايرث فولت على الفيزا دي التيار هيمشي كده كبرايمري زي ما احنا اتفقنا وهيلف ويرجع كده. اذا ما التيار هيمشي في البرايمري في هذا الاتجاه هيمشي التيار في السكندري عكسه، التيار في السكندري هيمشي كده بهذا الشكل، ولو هنا التيار ماشي كده التيار ده هيمشي عكسه، فمعناها ان التيار ده والتيار ده لاشوا بعض، ففي الاخر محصله التيار اللي ماشيه في الار اي اف ده او الانسي نمبر بتاعه 64 او نقول عليه 87 جي زي ما اتكلمنا قبل كده
هيبقى قيمة التيار صفر فهو مش هيحس. لو حس معناها ان في واحد من السي تيز حصل فيه ساتوريشن والريلي اشتغل دلوقتي، ده بنقول عليه مال فانكشن، ده شغل غلط يعني مش المفروض ما يشتغلش. بالنسبه للالكتروميكانيكال ريليز والستاتيك ريليز، دايما هتلاقي كل السي تيز اللي موجوده هنا النيوترال والفيزز هتبقى كلها نفس الريشيو ونفس الاكيورسي كلاس. ويفضل هنا دايما ان احنا بنستخدم مع هذا النوع من الريستريكتد ايرث فولت يبقى كلاس اكس. لو فاكرين بقى ترجعوا لموضوع الكارنت ترانسفورمر وموضوع الكلاس اكس والتي بي اكس والتي بي واي وموضوع النيو فولتج، يعني اهم حاجه بالنسبه لي هنا دلوقتي هي الفي كي اللي هي النيو فولتج دي ان هي تكون عاليه عشان اضمن ان ما يحصلش ساتوريشن. يبقى دي العمليه نظريه عمله ان طب لو حصل فيز تو فيز هنا ما بين الفيز ار والفيز واي معناها التيار هيروح ويرجع، فالتيارات السكندري بتوع السي توز هيلاشوا بعض هنا فمش هيشتغل برضو. مفترضا ان انا دلوقتي بتكلم على انه شغال في اللينير ما رحتش لمرحله الساتوريشن، يعني ما فيش اي سي تي من السي تيز الموجوده حصل له ساتوريشن، يبقى ده طب لو حصل الثلاثه برضه هيبقى مجموع التيارات بصفر لانه 3 فيز بالانسد، ومجموع التيارات كماجنتيود ايكوال والزاويه 120 درجه فمش هيشتغل. يعني في اي حاله من هنا ايرث فولت او فيز فولت هو مش هيشتغل. هيشتغل امتى؟ لو حصل ايرث فولت على الفيزا دي، يعني الفيزا دي دلوقتي حصل عليها ايرث فولت، فالتيار بتاعها هينزل على الارض وروح على الارض وبعدين يرجع تاني، مفيش اي بقى سي تي هنا هيعكس التيار بتاع السي تي اللي هنا، فهيحس ان في ايرث فولت فهينرجايز الار اي اف، والار اف على حسب السيتنج بتاعته والبيك اب اللي هو شغال عليها هيفصل. المشكله بقى بتزيد اكتر كل لما هنقرب اكتر من الوايندنج، كل ما هنقرب من نيوترال ممكن يكون التيار اللي موجود ده غير كافي انه يشغل الريستريكتد ايرث فولت لانه له بيك اب 5% 10% من قيمه الفول لود كارنت. ففي الحاله ديت بيبقى ما نقدرش نقول ان الار اف بيحمي الوايندنج بتاعه الترانسفورمر بتاع الجنريتور بنسبه 100%، بيحمي بنسبه 95% 97%، لكن ما بيقدرش يحمي بنسبه 100%. ده النوع اللي احنا بنسميه لو امبيدنس ريستريكتد ايرث فولت، يعني معناها ما فيش فرصه ان يحصل عندي ساتوريشن لاحد السي تيز. طب لو حصل فرصه بنستخدم نوع تاني اسمه هاي امبيدنس ريستريكتد ايرث فولت، بيبقى كونفيجريشن ان بعلي الامبيدنس في الدايره بتاعه الريلي بحيث ان انا بخلي التيار، هنشوف فكره عملها بعد شويه، بس خلينا نقول دلوقتي لو عندي ديجيتال ريلي او مايكروسيسور ريلي ليس شرط ان الفيز سي تي ريشيوز تبقى زيها زي النيوترال سي تي ريشيو، بمعنى ان ممكن يكون في تيار في ريشيو للفيزس زي كده 1000 لواحد وهنا ريشيو تانية 200 لواحد. الشرط ده بالنسبه للنيوميريكال ريليز او ديجيتال ريليز ممكن استخدمه مفيش مشكله، مجرد ان انا بعرف للريلي الفيز سي تيز ذا ريشيوز قد ايه والنيوترال سي تيز ذا ريشيو قد ايه، وبيحسب هو حاجه اسمها سكيلينج فاكتور اللي هو ريشيو ما بين النيوترال وريشيو ما بين الفيز، وهي ديت اللي هو بيبدا يدخلها من احنا بنتكلم على سوفت وير. يبقى الكونفيجريشن ده ممكن نستخدمه مع الديجيتال ريليز مفيش مشكله. ايه هو نفس الكونفيجريشن، هو ده نفس الكونفيجريشن اللي احنا مستخدمينه مع السي تي ده مع الريلي ده اللي هو 64، بس احنا دلوقتي بنتكلم على ديجيتال ريلي مش على سوليد ستيت او الكتروميكانيكال ريلي. الهاي امبيدنس بقى فكرته في ايه الاساسيه، ان باجي احط ستابلايزنج ريزيستور ان سيريز مع الريلي نفسه، يعني الريلي نفسه بيبقى له ار ريلي، باجي احط ريزيستور هنتعلم دلوقتي ازاي نعمل لها سايزنج وازاي نحدد القيمه بتاعتها. الفكرة الأساسية هنا إن لما السي تي بيحصل له ساتوريشن التيار اللي جاي منه معظمه لو قلنا إن هو فولي ساتوريتد هيروح فين؟ هيروح في الجزء اللي هو بتاع الإكس ماجنتايزنج أو الزد ماجنتايز. طب والتيار بيروح ليه بيبقى قيمته صفر؟ فلو سبت دلوقتي التيار وراح من السي تي التانية التيار ده على الرغم إنه حاصل عندي فولت بره، الفولت بره ده يعني معناه لو حصل فولت على الفيزا ار دلوقتي، يعني الفيزا ار دلوقتي حصل عليها فولت، حصل عليها ايرث فولت، التيار هيروح ويرجع في البرايمري، بس السي تي ده لو افترضت انه ساتوريتد معناها ايه؟ معناها ان التيار اللي جاي في السكندري كله هيروح في الماجنتايزيشن هنا، مفيش حاجه هتروح للريلي، والسي تي ده ما حصلش عليه، فمعناها التيار اللي رايح ده في البرايمري هيعمل تيار في السكندري بيمشي عكسه، فالتيار ده هيعمل ايه؟ التيار اللي ماشي ده هيبدا ينرجايز الريلي الموجود هنا ويعمل فيه يخليه تريب، على الرغم ان ده المفروض ان الريلي مالوش دعوه بيه، احنا اتفقنا قلنا ان الريلي هو المفروض يشتغل في الحته اللي جوه بس،
الحته اللي بره هو ملوش خصيه بيه، يعني هو المفروض ما يشتغلش هنا باي نوع من انواع، هو بيشتغل جوه لما يكون عندي ايرث فولت فقط لا غير. طب لو عندي فيس تو فيس هو مش هيشتغل، ليه؟ لان التيار هيروح ويرجع كده، ملوش دعوه بقى انه بيروح على اي سي تي من النيوترال او الفيس فمش هيشتغل. فبنيجي نقول الكونفيجريشن ده بنيجي ندرسه ازاي او نعمله ازاي. هنفترض ان عندي دلوقتي ايرث فولت حصل ما بين الفيزا A والايرث، المفروض التيار هيمشي ويروح ويرد ويرجع تاني على الفيزا A. لو انا افترضت ان السي تي ده حصل عليه ساتوريشن، معناها ان الجزء اللي هو الشنط ده بيبقى خلاص، هو اي تيار هيجي من السكند هيروح فيه، مفيش تيار هيروح للريلي من السي تي ده، وهيجي هنا السي تي ده هيمشي تيار. دلوقتي التيار ده هينرجايز الريلي، فباجي اعمل ايه؟ باجي عشان اسايز دلوقتي احط مقاومه عاليه عشان انفورس التيار اللي جاي من هنا يروح يلف في الساتوريشن وما يمشيش على الريلي. فبنيجي نقول افترض ان احنا فتحنا النقطه دي خالص اوبن دلوقتي، يعني احنا هنفترض دلوقتي عشان نبدا نعمل سايزنج، هنقول النقطه دي بالنسبه لي اكن هي مفتوحه. هاجي احسب الفولت اللي على النقطتين دولي اللي احنا بنسميه في ست، معناها التيار اللي جاي من هنا اللي هو التيار بتاع الفولت قسمته على السي تي ريشيو جاب لي التيار اللي في السكندري اللي انا هسميه اي فولت. الاي فولت ده هتضربه في الار سي تي فيز زائد الار ليد فيز اللي هو رايح وراجع اللي هو التوتال لوب ريزيستنس بتاع الوايرز، يعني اللي هي الوصلات بتاع السكندري. يبقى انا جبت دلوقتي حاجه اسمها في ست. الفي ست دي عباره عن الاي فولت اللي هو قيمه البرايمري فولت كارنت قسمته على سي تي ار، جبت التيار اللي هو ماشي في السكندري. التيار اللي ماشي في السكندري ما هيمشي يلف كده، انا بجبره انه يمشي يلف كده عشان ما يمشيش في الريلي. يبقى انا جبت الفي ست. الريلي ده بيشتغل ببيك اب كارنت هنسميه اي ست. المفروض ان لو انا رحت موصل دي تاني في ست على اي ست هيديني قيمه الار ستابلايزنج زائد الار ريلي. الار ريلي طبعا بقدر احسبها لو خدت الاس بتاع ريلي اللي هي البردن بتاع ريلي ده قسمته على الاي ريلي تربيع، هقدر اجيب الار ريلي. يبقى الار ريلي اقدر اجيبها معروفه خلاص بالنسبه لي مفيش مشكله. يبقى في 6 على اي 6 هي قيمه الار ستابلايزنج زائد الار ريلي. يبقى الار ستابلايزنج يساوي في 6 على اي 6 ناقص الار ريلي، يبقى اقدر احسب الاستابلايزنج لسه قيمتها قد ايه. يبقى احنا دلوقتي قدرنا دلوقتي بالطريقه دي او بالفكره دي ان احنا بطريقه سيمبليفايد نحسب قيمه الاستابلايزنج ريزيسترز قيمتها قد ايه. بيجي يقول لك بقى ان طب افترض ان السي تي ده جو فيه انترنال فولت وهو ما حصلش ساتوريشن، هيعمل في بيك عاليه قد تؤثر على العزل بتاع وتحرق الريلي، تبوظ الريلي كانسليشن يعني. عشان يشتغل مظبوط الريلي ده ونضمن ان هو سكيور اوبريشن لازم نوفر الشرط ده ان قيمه الفي كي بتاعت كارنت ترانسفورمر تكون اكبر من او يساوي مرتين من الفي ست عشان نضمن سكيور وسيف اوبريشن. وفي بعض بقى المانيفاكتشر يقول لك عايزها 4 مرات، عايزها 3 مرات، فخلينا نتفق ان هي بتكون مرتين من الفي ست. فبيجي الراجل اسمه ماسيوس ده قال بالنسبه للانسايد فولت لو افترضنا السي تي مش هيحصل له ساتوريشن هنحسب حاجه اسمها، دي لها اثبات طويل كده بس مش مهم الاثبات دلوقتي، الفي بي ده اللي هو الفي بيك ده بيساوي 2 جذر 2 في الفي كي في في اف ماينس في كي اللي هي المعادله اللي قدامنا دي. يبقى مين الفي اف ده؟ اللي هو الفولت اللي انا بجيبه ديورنج الفولت وانا مفترض ان السي تي ما حصلش عليه ساتوريشن، اللي هو سيمبلي كده هو قيمه الاي فولت مضروبه في الار ريلي زائد الار ستابلايزنج. ولو انا بقى الفي فولت دي تبقى قيمتها كبيره جدا مقارنه بالفي كي، فانا بقدر اهمل الفي كي بالنسبه للفي اف، فاقدر اقول تقريبا 2 جذر 2 في كي في اف هي ديت بقدر احسب منها الفي بي. بعض المانيفاكتشر يقول لك لو الفي بي طلعت اكبر من 3 كيلو يبقى انا محتاج حاجه اسمها فاريستور او مترو سيل ريزيستور. بعضهم يقول 2500، احنا هنقول ان لو الفي بي طلعت اكبر من 1.5 كيلو يعني اكبر من او يساوي 1500 فولت هنقول ان احنا محتاجين مترو سيل ريزيستور او نون لينير ريزيستور او لها مسميات كتيره بسماها فاريستور بسماها ميتال اوكسيد فاريستور زي ما هنشوف دلوقتي. فبيجي يحط بقى بين على الطرفين بتاعه الاستابلايزنج ريزيستور اللي احنا لسه محددين قيمتها والريلي، يحط على الطرفين بتاعهم حاجه اسمها نون لينير ريزيستور او مترو سيل ريزيستور. المترو سيل ريزيستور الهدف الاساسي منها ان لو الفولت عالي هنا هو بيبدا يكسر الفولت ده كانه زي وزي اللايتنج اريستور بالظبط. المعادله اللي بتحكم دي ان في بيساوي سي في الاي اس بيتا
والبيتا ده كونستانت بيعتمد على نوع يعني بيعتمد على فاكتورز كتير هنتكلم عليها بعد شويه. اللي يبقى دلوقتي الكونفيجريشن كامل دلوقتي ان انا خلاص اتكلمت ان في ستابلايزنج ريزيستور اهيت موجوده، وبعدين في عندي نون لينير ريزيستور بيسموها بيقولوا عليها كده فولتج ديبندنت ريزيستور اللي هي شكل السيرج ريزيستور ديت، وار ستابلايزنج انا خلاص حددت القيمه بتاعتها اللي هي الار اس او الار ستابلايزنج اللي انا لسه محدد القيمه بتاعتها. الام او في اللي هي ميتال اوكسايد فاريستور او زنك اوكسايد فاريستور او نون لينير ريزيستور او فولتج ديبندنت ريزيستور كلهم نفس المعنى، يبقى هي فولتج ديبندنت ريزيستور او نون لينير ريزيستور او زنك اوكسايد فاريستور او ميتال اوكسايد فاريستور هي كلها نفس الكلام. المعادله بقى اللي هي المعادله البراكتيكال من المعادله السمبليفايد اللي احنا قلناها هناك، ان التيار بتاع الميتال اوكسايد فاريستور ده او بتاع الفاريستور بيساوي 52% في VRMS اللي هي الفي ست يعني جذر 2 على سي اس 1 على بيتا. البيتا دي قيمتها بتتراوح من 22% الى 25% واحنا هناخدها 25%، يبقى دي بالنسبه للكومن ابلكيشن يبقى البيتا قيمتها معروفه 25%. السي از ا كونستانت بيعتمد على قيمه الفي ست از ار ام اس، واحنا لما بنحسب الفي ست بنحسبها از ار ام اس فاليو، اذا كانت اقل من او يساوي 125 فولت يبقى قيمتها ب 450، وإذا كانت greater than 125 يبقى قيمتها 1000. فأنا لو عرفت دلوقتي الفي ست وعرفت البيتا خلاص قيمتها 25%، ومن الفي ست أقدر أعرف الثابت، فأنا أقدر أعرف التيار اللي هيروح فين، اللي هيروح في المترو سيل ريزيستور أو هيروح في النون لينير ريزيستور اللي احنا بنتكلم عليه. هناخد اكزامبل نيوميريكال اكزامبل، قال لي عندي ستار بتاع ترانسفورمر محمي بريستريكتد ايرث فولت، والسي تي ريشيو قيمتها 300 لواحد كفيز سي تيز كنيوترال سي تيز. الريلاي البردن بتاعه قيمته 1 فولت امبير بيتظبط عند 10%، 10% من الواحد يعني معناها الاي بيك اب بتاع الريلاي ده قيمته 1/10 امبير. قال لك الار سي تي قيمتها 3 اوم، الار لوب جو اند ريتيرن قيمتها 1 اوم اللي هي التوتال ار لوب، وقال لك نيجلكت قيمه الماجنتايزنج كارنت، يعني حتى اللي هو لينير في شويه ماجنتايزنج كارنت ليه هتهملهم يعني مش هتطرحهم من الايه من قيمه الفول كارنت. يبقى اول حاجه هنيجي نحسبها من هنا هنحسب السي تي ار قيمتها 300 على 1 اللي هي قيمتها 300. اجيب التيار بتاع الفولت في السكندري ازاي؟ باخد ال 9000 امبير اقسمه على 300، عرفت التيار اللي بيمشي في كفولت في السكندري قيمته 30 امبير. هو قال لك دلوقتي لما اجي ارسم بقى الاثنين سي تيز اللي هم السي تي ده والسي تي ده، لان هم دول الحوار اللي داير بينهم كايرس فولت كارنت، مسار الايرس فولت كارنت، هيبقى ده بالنسبه لي الفيز اللي هو ما بيحصلش عليه ايرس فولت، وانا ههمل الماجنتايزنج كارنت اللي هنا، وهاجي هنا هقول ان ده بيحصل عليه فولي ساتوريتد، فمعناها ان كل التيار هنا رايح هنا. فعايز دلوقتي اجيب الفي 6، اجيب الفي 6 ازاي؟ وعباره عن التيار بتاع الفولت هضربه في الار ليد زائد الار سي تي. جبت دلوقتي الفي 6، يبقى اول حاجه هجيبها هجيب الفي 6. الفي 6 تقسمها على الاي 6 اللي هي قيمتها 1/10، هجيب دلوقتي الار اس زائد الار ليه. الار ليه هجيبها ازاي؟ هاخد الواحد هقسمها على الاي ريلي اللي هو الاي بيك اب تربيع، يبقى 1/1 تربيع هتطلع 100، يبقى الار ليه هتطلع 100. دلوقتي انا دلوقتي بقى الار ستابلايزنج زائد الار ريلي المفروض بيساوي في 6 على الاي 6. نكمل كده الحل، اجبت الاي بيك اب طلع قيمته 1/10 امبير، اجيب الار ريلي اللي هو 1 فولت امبير قسمت على 1/10 تربيع جبت 100 اوم. اجيب الفي 6 ازاي؟ اللي هو 30 اللي هو الاي فولت يعني في السكندري هضربه في الار سي تي زائد الار لوب رايح وراجع اللي هو 2 من الار لوب، يعني هو قيمته قال لك ان هو لوب كامله قيمتها 1 اوم. لو قال لي ار ليد وسكند يبقى النص اوم او الاوم هضربها في 2، 30 اضربها في 4 تطلع 120 فولت. الفي كي بتاع ده المفروض يكون اكبر مرتين من ال 120 فولت، فمينيمم يكون 240 فولت، ده الفي كي بالنسبه للايه؟ بالنسبه للسي تي ده عشان اختاره. الار اس دلوقتي اقدر اجيبها ازاي؟ هاخد الفي 6 دي هقسمها على 1/10 وبعدين اطرح منها الار ريلي طلع الار ستابلايزنج دلوقتي قيمتها 1100 اوم. دلوقتي هفترض ان السي تي ما حصلوش يعني كانترنال فولت وما حصلوش ساتوريشن. فنحسب الفي فولت ازاي؟ الفي فولت ده 30 في الار ريلي زائد الار ستابلايزنج هيطلع قيمته 3600 فولت.
اقدر احسب من الفي اف والفي كي، اقدر احسب الفي بي اللي هي البيك فولتج بماسيوز ايكويشن اللي هي 2 جذر 2 في الفي كي في في اف ماينص الفي كي، هتطلع قيمتها 2539.92. يبقى من هنا ده القيمه دي اكبر من 1500 فولت، يبقى احنا محتاجين ميتال اوكسايد فاريستور او مترو سيل ريزيستور از ريكوايرد. يبقى ده دلوقتي احنا فهمنا ازاي بنسايز القيمه بتاعه الاستابلايزنج ريزيستور وامتى بنحتاج مترو سيل ريزيستور او محتاجش، وبخاصه بتكلم على الاي امبيدنس. اللي عندنا اكزامبل تاني برضو عايزين نحدد البي سيت قيمتها قد ايه، ونحدد الار استابلايزنج قيمتها قد ايه، ونحدد البيك فولتج قيمته قد ايه. اذا قال لك ان الفي كي بتاع السي تي ده قيمته 330 فولت، وريلاي البردن بتاعه 1 فولت امبير، وقال لك الريلاي اللي هو ده ام كاج، سيبنا من التايب بتاع الريلاي، الاي سيت قيمته 1/10 امبير، في ترانسفورمر دلتا ستار 1 ميجا فولت امبير، الريتنج بتاعه البرسنتج امبيدنس 5% 11 كيلو ل 415، سي تي اللي موجود على الفيز 1600 الى 1، الار سي تي قيمتها اللي هو الانترنال ريزيستنس بتاع سي تي 4.9 اوم، النيوترال سي تي او الاير سي تي 1600 الى 1، والار سي تي قيمتها 4.8. الار ليد لده او لده قيمتهم 0.741 اوم. قال لك افرض ان الاير سي تي هو اللي حصل له ساتوريشن، يعني هنا حصل ساتوريشن الار سي تي، عايزين دلوقتي نحسب القيمه دي. ده بيتغذى من جريد، الميجا فولت امبير بتاعها 80 ميجا فولت امبير، الميجا فولت امبير شورت سيركت بتاعتي 80 ميجا فولت امبير عند ال 11 كيلو. فانا دلوقتي عايز احسب الاي ارس فولت اللي هنا، وبناء على الاي ارس فولت كبرايمري هبدا دلوقتي اجيب الاي سكندري اللي ماشي كارس فولت، واحسب الفي ست، وبعد ما احسب الفي ست اقسم في ست على اي ست، اطرح منها الار اللي هي اجيب الار ستابلايزنج، وبعدين احسب الفي فولت. لو انا افترضت ان السي تي ما حصلوش ساتوريشن، يعني حصل فولت وما فيش ساتوريشن، وبعدين احسب الفي بيك، اذا طلعت اكبر من او يساوي 1500 فولت هقول ان انا محتاج مترو سيل ريزيستور، اذا طلعت اقل او بتبع الكريتيريا بتاع المانيفاكتشر، بس احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا بنتعلم كاندر جراد. يعني هنحسب الاي ارس فولت ازاي؟ بالكلام بتاع السيمتريكال كومبوننت، هناخد الاس بيز قيمتها 80 ميجا فولت امبير، نحسب الاكس بتاع الجريد دلوقتي هيطلع قيمته 1 بريونت، احسب الاكس بتاع الترانسفورمر بيزد على البيز اللي انا اخترته ده هيطلع 4 بريونت، هحسب دلوقتي الزد 1 بتاع الدايره دي هيطلع قيمته 1+4 هيطلع 5 بريونت، الزد نوت هيطلع 4 بريونت. احسب الفولت كارنت ازاي؟ 1 بريونت على الزد اللي هم الثلاثه متوصلين سيريز مع بعض، 5+5+4 1/14، بجبت الزيرو سيكونس بريونت اضربه في 3 جبت الاي فولت، اضربه في الاي بيز جبت الفولت كارنت ان امبير، يبقى 3 بضربها في 1/14 في الاس بيز على جذر 3 في الفولت، جبت التيار طلع قيمته 23849 امبير، يبقى 23 كيلو امبير 0.849. بعد ما حسبت التيار دلوقتي يبقى الحسبه بتاعت الاير فولت كارنت ده كلام انتوا درستوه قبل كده في الباور سيستم وقادرين ان انتوا تعملوه بسهوله، وده مهم ان احنا نعرفه عشان يخدم معانا في البروتكشن. اجيب الاي فولت في السكندري ازاي؟ هاخد الاي فولت في البرايمري اقسمه على السي تي ريشيو هيطلع قيمته 14.91 امبير. افترضنا ان الايرس فولت بتاع الايرس سي تي بتاع الايرس هو اللي حصل عليه ساتوريشن والباقي ما حصلش عليه ساتوريشن، معناها انه فولي ساتوريتد، معناها التيار اللي هنا رايح منه، فانا عايز التيار اللي يجي من هنا عايز انفورسه انه يمشي هنا، فهعتبر ان انا حطيت سويتش هنا. هجيب دلوقتي الفي ست اللي هنا اللي هو قيمة الفولت كارنت ده 14.91 هضربها في الار ليد زائد الار سي تي اللي عندي، وطبعا انا خدت 2 من الار ليد عشان خاطر رايح وراجع يعني، فهاخد دلوقتي 2 من الار ليد زائد الار سي تي اضربها في الاي فولت طلع قيمة الفي ست قيمته 93.66 فولت، وده المطلوب الاولاني. والمطلوب ان انا اتاكد ان في كي اكبر من مرتين من الفي اس، وانا طبعا هو قال لك الفي كي ب 330 وديت افترض ان هي 95 فمعناها ان هي اكبر منها فما فيش اي مشكله خالص. الاي ست قال لك قيمتها 1/10، الريلي البردن بتاعه 1 فولت امبير 1/1/10 تربيع يطلع 100 فولت، يبقى نحسب الار ستابلايزنج او الار ستابلايزنج ريزيستور دي قيمتها في ست على الاي ست ناقص الار اللي هيطلع قيمتها 836.6. احسب الفي فولت ازاي؟
الاي فولت بضربها في الار ستابلايزنج زي الار ريلي طلع قيمتها 13964.7 فولت. الفي بيك نحسبها ازاي؟ 2 جذر 2 في الفي كي في اف ناقص في كي اللي هي ماسيوس ايكويشن، حسبناها طلعت قيمتها 5999.6 فولت، اكبر من او يساوي 1.5 كيلو فولت، وديت معناها ان المترو سيل ريزيستور از ريكوايرد، ان احنا نجيب محتاجين مترو سيل ريزيستور. هنتكلم برضو على السايزنج بتاع الهاي امبيدنس كونفيجريشن لما نيجي نتكلم على الديفرنشال ريلي تفصيلا اكتر من كده، بس اعتقد لحد هذه اللحظه نقدر نحسب الاستابلايزنج ريزيستور قيمته قد ايه، ونحدد احنا محتاجين مترو سيل ريزيستور او مش محتاجين على حسب قيمه الفي بي اللي احنا بنحسبها بالماسيوس ايكويشن. نكتفي بهذا القدر من الايرث فولت، وان شاء الله يبقى السيشن اللي بعديها على الدايركشنال ايرث فولت والدايركشنال اوفر كارنت، او برضو هنرفع لكم ان شاء الله فيها فيديو بالشرح. اشكركم شكرا جزيلا، واتمنى الفايده للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا.